ابدا. لا 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 يا ما. سلام ورحمة الله وبركاته. ابدا ابدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لك يا ماخ فنت، انا عايزاك تديبي لي الاثنين الجوز دول، وعايزاك تجيب لي نمره المحمول يعني الموبايل بتاعهم، مفهوم؟ ملوش لازمه يا معلمه. ململه جنابك انت، مالك انت؟ امشي هات جيب لي نمره المحمول. اعتبر الارقام عندك. على ما تجيش الا البسات. وبعدين يا فؤاد، الناس دول شكلهم كده مش هيجيبوها البر ولا يقدروا يعملوا حاجه. احنا كل ورقنا في السليم وقانوني، بيع وشراء ومسجل كمان في الشهر العقاري، عايزين ايه احنا اكتر من كده؟ كتر خيرك يا اخويا على وقفتك جنبي دي. انا مش عارفه لو كنت لوحدي كنت هعمل معاهم ايه. انا قلت لك قبل كده ان انا بعمل الحاجات دي عشان خاطر المعلم عادل والله يرحمه، عشان خاطر الفرن ده تربيت فيه وشفته بيكبر قدام عيني. ما عنديش استعداد حد يجي يلهفه كده ولا يخربه ويقفله ويبيع ويشتري فينا. خلاص يا فؤاد، فهمت وحفظت اني بقيت بالنسبه لك ولا حاجه، وانك بتعمل الكلام ده كله عشان المعلم عدوي. كفايه بقى تقطيم، حرام عليك. يعني هو سي هشام ده طلعت له اخت فجاه كده؟ والله يا ماما بصراحه انا مصدومه، بس طبعا مش قادر باين قدام هشام. معقوله الراجل الفاضل استاذ رؤوف صاحب القيم والمبادئ يعمل كده، يتجوز على مراته؟ مش قادر اصدق. ويا ترى هشام ما قالكيش ايه السبب؟ معرفش، هو بيقول كده انه اتجوزها في ظروف معينه، بس طبعا ما رضيتش اتك عليه واساله ايه هي الظروف دي علشان ما يتضايقش. ليكي حق برضه. واخته بقى طيبه كده وبنت حلال ولا هتطلع لك حما تانيه؟ لا طبعا يا ماما، حما ايه وبتاع ايه، دي بنت طيبه قوي. انت اللي طيبه وبنت حلال وعبيطه يا بنتي. عبيطه يعني مش عارفه تحكمي على الامور صح. في ايه يا ماما؟ ده ما ظهرش منها غير كل خير. انت عارفه انها هتبقى مع امينه في الكليه. امينه مين؟ امينه بنت خالك؟ ايوه يا ماما، يعني احنا نعرف امينه غيرها؟ يا لهوي يا لهوي يا لهوي. في ايه يا ماما؟ يا لهوي ثلاثه على الاكل. في ايه؟ في ايه؟ في امينه. انت مش عارفه امينه يعني ايه؟ يعني هتقعد معاها يا حبيبتي ودي في ودانها ويجيبوا في سيرتنا، ومش بعيد امها يا حبيبه قلبي تكون موصياها عشان تقل قيمتنا قدام الناس. ايه يا ماما الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ وبعدين يعني احنا هنخاف من ايه؟ هو يعني هشام لسه مش عارفنا كويس؟ الغربه بقى ان هشام عمل زي كده، اتضايق جدا لما عرف انها هتبقى معاها في الكليه. شفتي بقى انه عاقل وابن حلال وبيفهم؟ اه عارف الدنيا صح، بيبص لقدام مش زيك بتبصي تحت رجليكي بس. يا ماما يا ماما، مش كل حاجه تكبريها وتعمليها كده مشكله. بالعكس بقى، انا حاسه ان انا وتسنيم هنبقى اصحاب قوي مع بعض، يعني اخوات بقى واصحاب. ايه رايك؟ تسنيم هي اخته بتسنن؟ تسنيم يا ماما، تسنيم ده اسم كده من القران. اه يا اختي، انا اول مره اسمع حكايه تسنيم دي بصراحه. انا افتكرت تسمين. قلت تيجي تقعد معانا تاكل لها لقمه عشان تسمن. اهلا يا بابا، اتفضل. ها القمر بيعمل ايه؟ ولا حاجه، قاعده بقلب شويه في الكتب. اتفضل. اقول لك يا بابا، كان في موضوع كده محتاجه اتكلم مع حضرتك فيه، لكن مكسوفه شويه. معقوله مكسوفه مني؟ قولي يا حبيبتي، في ايه؟ الحقيقه يعني انا محتاجه عربيه، انا مش هقدر اعيش هنا من غير عربيه. طب انت بقى بتعرفي تسوقي؟ طبعا، انا كمان معايا رخصه دوليه، ما انا كان عندي عربيه هناك في الامارات. يا خبر ابيض، طب فين العربيه دي؟ ما انا بعتها قبل ما اجي، لقيت ان جمركها هنا هيبقى عالي قوي. طب فين فلوسها؟ حولتها على حسابي في البنك. ايه ده، انت كمان عندك حساب في البنك هنا؟ طبعا، انا حطيت في الحساب ورثي من ماما الله يرحمها وتمن العربيه. انا يعني كنت بقول لو حضرتك تزود لي شويه عشان اقدر اجيب عربيه احلى، انا لقيت هنا الاسعار غاليه قوي. يا سلام، انت لحقتي بقى في الكام يوم دول تعرفي كل الحاجات دي؟ كل حاجه من على النت. ها ايه رايك بقى تسليم؟ تفتكري باباكي هيخليكي تدفعي من فلوسك في العربيه؟ يا حبيبتي انزلي من الصبح ونقي اي عربيه تعجبك وانا هدفع لك تمام. بجد يا بابا؟ ربنا يخليك ليا. رؤوف تعال عاوزاك. خير يا سلام؟ في ايه؟
هي تسنيم عندها مشكلة ولا ايه؟ ليه؟ بتقولي كده ليه؟ شايفك طولت جوه عندها. سامي حبيبتي، تسنيم دي بنت اللي محروم منها طول عمري. بيني وبينك انا عاوز اقعد معاها اطول وقت ممكن عشان اعوضها. وحضرتك بقى لما دخلت لها دلوقتي عايز تعوضها معنويا ولا ماديا؟ مش فاهم قصدك ايه؟ قصدي العربيه اللي عايز تجيبها لها. معقوله؟ معقوله سهام الاستاذه الجامعيه بتتجسس على جوزها؟ اشمعنى الاستاذ رؤوف المعلم الفاضل استباح لنفسه انه يتجوز على مراته؟ ها يا هانم، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تجسسوا، وقال كمان مثنى وثلاث ورباع. بس يا استاذ في حاجه اسمها دستور اجتماعي لازم تلتزم بيه. انا بقى دستوري في الحياه هو شريعه ربنا، مش الكلام الفاضي اللي انتوا بتقولوه ده. المهم ده مش موضوعنا. ازاي حضرتك عايز تشتري العربيه وانا ابني داخل على جواز ومحتاج كل مليم؟ في يا سهام، انت شفتيني قصرت مع هشام؟ زي ما هو ابني ومسؤول مني هي كمان بنتي. بس هي يا حبيبي معاها فلوس زي ما بتقول، خليها تشتري عربيتها بفلوسها واحنا مالنا. الله الله الله، لا ده انت مش بس اتجسستي، لا ده انت اتجسستي بضمير. سمعت اللي قلناه كلمه كلمه؟ ايه ما انت شبك التجسس كده يا رؤوف؟ انا غلطان، اللي استحملتك وافقت ارجع اعيش معاك، ما دي غلطتي وبدفع ثمنها دلوقتي. في ايه يا سهام؟ انت عايز ايه بالظبط؟ يعني انت عايزاني اروح اقول للبنت انا اسف طلعت صغير مش هقدر اجيب لك العربيه اللي وعدتك بيها عشان مراتي شخطت فيها ومنعتني؟ خلاص اعمل اللي انت عاوزه، بس ما ترجعش تندم على اللي هعمله. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ تهديد ده ولا ايه؟ اعتبره زي ما تعتبره. عملت ايه يا سياحتي؟ مشيت وراهم ورحت كلمتهم وخدت تليفونهم واديته للمعلمه كيدان. يا متخلف، ما انا قلت لك اي حاجه تخص صافيه تيجي تقولها لنا بس. انت عارف يا معلمي، انا لو كنت رجعت للمعلمه كيدان وقلت لها ما لحقتهمش كانت هتطين عيشتي. تعرفش المعلمة كيداهم ناوي على ايه؟ هو حد برضك يا معلمي يعرف اللي في دماغ المعلمة؟ بس طالما خدت تليفونهم يبقى اكيد هتتصل بيهم. ايه الذكاء اللي حط عليك مرة واحدة ده؟ قال مادام خدت تليفونهم تبقى عشان تتصل، ما يمكن عشان تشحن لهم على الهوا. خد يا معلمي، اللي يغلط لازم يدفع غلطته. ايوه صح صح، دي بقيت حساب فلوس المعلمة كيداهم بتاع امبارح، ويبقى ادعي لها. دهم لها انت وخليها تدعي لك. يا قلب اهلا وسهلا، اهلا اهلا اهلا، ده الفيلا نورت. الله تروحوا فين؟ اهلا وسهلا. اهلا 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 بيك. اهلا وسهلا. اتفضل اتفضل. اهلا 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 اتفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا يا معلم. الفيلا نورت. منوره بصحابك. يا مراحل. اهلا اهلا. انا قلنا يعني نتقابل هنا على رواقي احسن من الحته زيطه والناس هتسمعنا واحنا بنتكلم. خير يا معلم، احنا تحت امرك. انا اللي عايز اقوله لكم يعني ان المعلم عدوي الف رحمه ونور عليه، ويبشبش الطوبه اللي تحت راسه، ده عشره عمر. اول ما دق واشتغل اشتغل عندي في المخبز، وبسم الله ما شاء الله كان وش السعده عليا، وهو كمان انا وش السعده عليه. اشتغل بره وبسم الله ما شاء الله بشقاه عمل المخبز اللي انتوا شايفينه والمخزن، الله اكبر. وصعبان عليا يعني ان شقى الراجل ده، تيجي واحده غريبه زي دي تيجي تلهفه كده على الجهاز. الله يسامحه عمي بقى، هو اللي اداها الفرصه. لا ده انتوا اللي غلطانين، ده انا طول الوقت اقول يا حول الله يا رب. هو الراجل ده ايه، مقطوع من شجره ملوش اهل يسالوا عليه؟ عشان تيجي بنت زي دي ما تسواش نكله تلهف اللي وراه واللي قدامه؟ ايه كنتوا فاكرين ان خدت الفرن والمخزن بس؟ امال خدت ايه كمان؟ لا 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 لا، ده انتوا نايمين في العسل. طبعا ده واخد لها شقه في المهندسين بسم الله ما شاء الله بتاعه 2 مليون جنيه واكتر كمان. النين نونيني النين نيني. معقول الكلام ده يا معلمه؟ طبعا، وما كنتش مصدق الميه تكذب الغطاس. اديكوا العنوان وتروحوا تستفسروا بنفسكم. واللي اكتر من كده وكده ان حط لها فلوس في البنك باسمها اكتر من مليون جنيه. يا بنتي الحراميه، امال انتوا فاكرين ايه؟ اني ننا اني نيني.
وبيقول ايه؟ بيقول لك يعني يا معلمه قولي لنا ودلينا نعمل ايه؟ هيني يا اخويا انا هقول لكم تعملوا ايه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله يا معلم حنفي. خير؟ في حاجة تانية ولا ايه؟ انت لسه برضو واخد على خاطرك مننا يا صافية. انت فهمتنا غلط انا وكيداهم. ولعلمك بقى المعلم عدوى الله يرحمه عشرة عمر كنا شغالين مع بعض زمان، بس هو ربنا فتح عليه بقى وعمل الفرن. عشان كده اول ما شفنا الفرن اتفتح جينا علشان نتقصى ونستفسر. تيجوا عشان تستفسروا ولا تيجوا عشان تتهجموا علي؟ تهجم عليك ايه بس لا سمح الله؟ بس انت يعني عارفة ان كيداهم حمائية شوية. عموما اللي فات مات يا معلم، حصل خير؟ خير الحمد لله. انا بس قلت اجي اطمن علشان اعرف حكاية ولاد اخو عادة ويدول. لا فيك الخير يا معلم. وانا بقول لك يا صافية، اي حد يتعرض لك ابعتي لي انت بس حد من صبيانك، هتلاقيني في ثانية قدامك أنا والرجالة بتوعي. أيوة لازم تعرفي إن أي حد يتعدى على حد من الحتة كأنه يتعدى على المعلم حنفي البرنس. شكرا يا معلم، طول عمرك صاحب واجب. ده مش كلام في الهوى. ولازم تعرفي يا صافية إن المعلم حنفي لما بيقول كلمة لازم يبقى قدها. وانت كمان يا حليم. طب قولي طيب عامل ايه؟ يا سيدي حظر التجول اتفك، بس انا بجد مش لاقي اي حاجه انزل بيها يعني، وبصراحه بقى مشوار بيتك ده بياخد نص الوقت. طب اعمل ايه؟ ازاي يعني مش هينفع اجيلك البيت؟ ايه لوكاندا دي فين دي؟ وصلنا حبيبي. فين ده؟ ايه اللي وصلنا؟ ايه ده انا هدخل المكان ده؟ دي احسن لوكاندا في المنطقه. مالك؟ نعم احسن. ايه امال الاوتيلات الشيك اللي احنا بندخلها دي تبقى ايه جنب دي اصلا يا بنت؟ وانا هنبات فيها؟ لا يا حليمه انا مش داخل المكان ده. ده هم ساعتين زمن. اسمعي بس، ما تقلقيش قلت لك. تعالي بس تعالي. صباح الفل يا باشا. صباح الخير يا فندم. الله يكرمك، كنا عايزين اوضه كده محندقه يعني. وسيادتك عايز اوضه كام ليله؟ لا كام ليله ايه، ده هي ليله مش هنبات. اه فهمت. لا فهمت ايه؟ دي مراتي وعلى سنه الله ورسوله. اه مش مصدقني؟ القسيمه ايه يا سيدي؟ انا مصدقك من غير قسيمه. اتفضل القسيمه ايه. اه بس هي اوضه الاوضه 100 جنيه. ايه 100 جنيه ليه؟ انا هبات في قصر عبدين. والله هي دي اسعارنا، ساعه زي 24 ساعه، هي بتتحسب ليله. الاجره 100 جنيه لو سمحت. ماشي اتفضل سعادتك. غرفة 24، حضرتك هتوصل لها بسهولة، اتفضل. تشكر يا ذوق. اتفضل يا عمر. انتوا بتهزروا، انا اروح انام احسن انا من القعدة. انت بطل كلام كتير، بتتكلم كتير قوي. حاجة غريبة جدا يعني. ازيكم يا عيال؟ ازيك يا أمينة؟ صباح الفل. صباح الفل. حبيبتي عاملة إيه؟ ايه ده؟ مين دي؟ وجه جديد؟ أنا تسنيم رؤوف. منقولة من جامعة تانية؟ من الإمارات. هو انت تعرفي حنان؟ حنان مين؟ حنان خطيبة هشام. ايه ده حنان بنت عمتي، انت تعرفيها؟ ما هو انا ابقى اخت هشام. اخت هشام ازاي؟ انا اللي اعرفه ان هشام مالوش اخوات. لا انا طول عمري عايشه في الامارات. اه عشان كده. عموما نورتي الجامعه. ميرسي يا امينه. على فكره يا امينه، عارفه انا كنت فين اول امبارح؟ فين؟ كنت في حفله احمد خالد في نادي الشمس. يا بختك، كان نفسي اروح قوي. ما انا اتكلمت معاه بعد الحفله وفكرته بنفسي، وقلت له كمان ان انا صاحبتك. يعني هو كان لسه فاكرني؟ اه يا بنتي، ده كمان بيسلم عليكي ووعدني ان هو يجي الجامعه قريب يزورنا. مين احمد خالد ده؟ ده مطرب جديد بس صوته حلو قوي. بس انا عمري ما سمعت عنه. اصل هو لسه ما اتشهرش، بس باذن الله باذن الله انا متوقعه انه هيكسر الدنيا. اه واضح ان انت متحمسه له قوي. اصل هو جه الجامعه وعمل حفله كانت حلوة يعني وعجبتنا كلنا. ايه ما تكملي ولا مكسوفة؟ بطلي هبل. ايه ده هو في ايه؟ اصله كده شكله عينه من امينة. يا بنتي بطلي الوهم ده، ده مطرب يعني كل يوم بيقابل بنات اشكال والوان، هيفتكر مين ولا مين؟ القلب ما يريب بقى.
كنت بتعمل ايه امبارح في الفيلا كيداهم؟ الله 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 الله، ايه يا حنفي دي غيرة دي ولا عامل لي فيها وكيل نيابة وبتحقق معايا يا راجل؟ رد على سؤالي، كنت بتعملي ايه امبارح في الفيلا؟ الله، هكون بعمل ايه يعني؟ كنت مع اولاد اخو المرحوم عدوي الف رحمة ونور عليه. ما ده اسمه كلامك هيداهم؟ بعنا اعرف من صبياني تاخديهم معاكي وتاخديش جوزك؟ يا روح قلبي، ومالك متزرزر قوي كده؟ يعني اكون بعمل ايه والموضوع قوي كده يهمك؟ تناوي على ايه بالظبط يا كيداهم من ورايا؟ يعني يرضيك مخفية الاسم والصوت والصورة اللي اسمها صافية تبقى معلمة وتحط راسها براسنا؟ تناوي تعملي ايه بالظبط يا معلمة؟ عايز اكسر شوكتها من دلوقتي يا معلمة. انا قلتلك براحة نلعبها ونداديها لغاية ما ناخد المخزن المتلغم ده وناخد منه قرشين كويسين، تقوم انت عايزة تديها القضية؟ لا، ما احنا مش هنبقى في الصورة لنا ولا انت. تناوية تعملي ايه بالظبط؟ مش هقولك، خليها مفاجأة. ايوه ما تقوليش. عارف انت لو اخدني في احدى بيوت الطلبة قطعا هيبقى انضف في المكان اللي انت جايبني فيه ده دلوقتي. معلش يا حبيبتي معلش، هي حاجة تقضي الغرض والسلام. وبعدين اسمعي يا عبيطة، انا مش عايز وشك يتحفظ في المنطقة عندي ولا حد يشوفك من الاساس. اه هم عارفين هناك ان انا راجل عايش عازب لوحدي معايا. وبعدين ممكن حد يعاكسك او يتعرض لك بكلمة، انا ساعتها مش هسكت. انا مش عارفة بس انت هفضل كده كل ما قابلك دمي ينشف وقلبي يقع في رجليا. طب قولي لي انت الحل ايه؟ انا حاسه ان احنا كان لازم نحاول مره كده مع ماما يعني قبل ما نعمل اللي عملناه ده، مش يمكن كانت وافقت؟ انت بتضحك عليا ولا على روحي؟ انت فاكره لما كنت عندك في الاوضه تحت السرير فاكره ولا ناسيه؟ دمك قالت عني كلام، حسست ان انا لو كنت اتقدمت لك ساعتها كانت علقت لي المشنقه في وسط الفرن وشنقتني قدام خلق الله. اه يا ناني، انا بس كل اللي مخوفني لقيت عريس تاني، ساعتها بجد مش عارف اعمل ايه. ده القرف. ما احنا بنقول اهو نصبر شويه كده ونعقل، ها لغايه ما نعمل لنا قرشين حلوين او اي مشروع نتدفى بيه. نتدفى؟ اه نتدفى قوي. اه موت يا حمار. وانت ازاي اوقاتك؟ ايه اللي حصل ده؟ بس انت كمان ما حدش ياخد مراته في اللقاء ده مشبوهه زي دي.
وانا اعرف منين انها مشبوهه سعادتك؟ ولما هي مشبوهه سايبينها شغاله ليه طيب؟ عموما احنا بعتنا نجيب مراتك من الحجز وهنجيب لكم لبس تروحوا بيه كمان يا عم. بس نصيحه مني، واحنا شباب زي بعض، لما تروح تفسح مراتك ولا تاخدها لوكاندا بس انا عليها كويس ان شاء الله. سعادتك ان شاء الله. حليمو الله 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 الله، ايه ده ايه ده ايه ده؟ مين عامل فيك كده؟ ده انا هرفع قضية على وزير الداخلية، ده هطلب بتعويض. اقعد 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 سكت. ألف سلامة عليك. أدي آخر شرطك المهببة والوكندات المعفنة اللي أنت وديتها لي. أروح أنا إزاي بس يا ربي بزرع لي في وشي ده وجرابين معفنة اللي أنا لابساها دي؟ معلش معلش، أنا عدي نجيب لك أي هدمتين من أي حتة. يا ابني هي المشكلة في الهدمتين، المشكلة في إني إزاي أبقى نازلة بلبس وأرجع بلبس تاني. يا ست الحمد لله إن إحنا خرجنا. بص أقول لك على حاجة، قول لهم إن أنا دخلت أشتري طقم جديد عجبني مشيت بيه. والطقم القديم لفته وهم مش هيفتشوك يا ابتسام. بص يا حليم، كل ده انا هعمله، بس انا بعد كده مش نازله معاك غير لما تديني قسمتي في ايدي. احنا كنا هنتمرمط، كان هيتمسح بينا الارض، كنا هنقعد في الاسم لحد ما يبان لنا صاحب. قسمه ايه؟ عايزاه تعملي بيها ايه؟ انت اتجننتي؟ عايزه حد يشوفها في البيت تبقى نصيبه؟ بقول لك ايه، امشي بلاش افكارك العظيمه دي. اتفضلي. القسيمه قال بنت ابتسام، مالك داخله بتسحبي كده ليه زي الحراميه؟ لا انا حراميه؟ انا حراميه؟ اخص عليك يا كريمه. في ايه يا بت؟ مفيش حاجه. بصي لي هنا، ما تجيبي حته من الجاتوه اللي معاك ده. لا مفيش تاني، ده اخر حبه. طب وريني كده كم واحده دول؟ انا هاكلهم كلهم يا كريمه. لا لا يا بنت بقول لك. ماما ايه يا بنت اللي حصل في وشك ده؟ بص يا ماما الزرع عينيا يا ماما. كريمه يا ماما. كريمه ايه يا مخفيه الاسم والصوت والصوره انت؟ ايه اللي عملتيه في وش اختك ده يا بنت؟ والله العظيم يا ماما وحياه ربنا انا ما جيت جنبها خالص. يا سلام، امال ايه يعني شهقتي بقى وش احمر بالمنظر ده؟ والله العظيم يا ماما ايديا ما لمست عينيها اصلا. انت هتقولي لي على ايديكي؟ ايديكي دي بتنزل زي المرزبه. لا يا ماما الصراحه بقى هي راجعه من الشارع بتقول شكل للبيع. انا بنت؟ انا بنت اللي بقول شكل للبيع ولا انت اللي نزلتي عليا دمرتيني؟ والله يا ماما، والله يا ماما نزلت عليا يا ماما كل ده علشان بقولها عايزه حته من الجاتوه اللي في ايدك. والله يا ماما حته من الجاتوه. حته من الجاتوه. يا حته من الجاتوه ده ايه يا بنت؟ يا بنت اقفي على الخرز السبب الله يحرقك. خلاص يا بنت اقفي عندك. ايه اللي عملتيه اختك ده؟ ايه رايك بقى انك محرومه من الجاتوه اسبوع بحاله؟ هتاكلي من هنا ورايح السن. ايوه يا يوسف. لا يا حبيبي كنت نازله رايحه الفرن. ليه في حاجه؟ بتقول ايه؟ وما عرفتش امتى هيعملوا العمله السودا دي؟ طب وبعدين هعمل ايه؟ ها بس تفتكر هلحق؟ طب انا هعمل اللي عليا وربنا معايا بقى. وانت حاول تعرف هم ناويين على العمله دي امتى. ماشي يوسف، مع السلامه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه يا صافيا، ايه اللي اخرك كده وليه ما بترديش على الموبايل؟ ابدا، بس انا كنت في مشوار مهم. مشوار ايه ده؟ ما انت عارف اني لازم اعزل قبل ما يجوا ولاد اخو المعلم عدوي ويطردوني، فبجهز بقى في الشقه التانيه. عشان كده. ايه انت قلقت عليا؟ انا لا ابدا، انا هقلق عليكي ليه يعني؟ انا بس استغربت عشان خاطر الشغل. الشغل ماشي يا فؤاد وماله.
الله، هو ايه اللي بيحصل عند المخفيه اللي اسمها صافيه ده؟ ايوه صحيح، ايه اللي بيحصل؟ بقولك ايه، شوف لنا الواد شحته ولا حليمه يعسلنا على الموضوع. على رايك. ولا حليمه شحته، لف يا مخفي تعال. هو شغال لغايه فرن عدوي، شوف ايه اللي بيحصل بالظبط. ايه هو ايه اللي بيحصل؟ نعم يا خيه، ايه اللي بيحصل؟ واحنا لو عارفين ايه اللي بيحصل كنا قلنا لك تعالى. يلا يا ابو خزينك اتكل على الله. يلا يا اخي، بقول لك ايه، بسرعه وتعال لنا جوه. ظهرك ايداهم ان البنت صافيه ناويه تبيع الفرن. اللي باين كده. على مهلك. يا ابو بناتي يا جميل، انت حبك وانت بتراعيني. اصل الرجاله اللي كانوا موجودين على باب الفرن كانوا عمالين رايحين جايين يعاينوا من بره ومن جوه. اه طب ما نلحق احنا ونشتريه واحنا اولى. نشتري ايه وهي هترضى تبيع لنا؟ يا معلمه الله، الفلوس، طالما ان الفلوس موجوده هتوافق، الفلوس بتتكلم. يا راجل ايه ده، مش كل حاجه تدلدل عليها كده. يا معلمه، ما انا خايف نتقل يضيع مننا الفرن ونقعد نغني ظلموه. عملت ايه يا شحت؟ ما عرفتش اوصل لحاجه خالص. يعني ايه ما عرفتش توصل لحاجه؟ ما عملتش ليه زي الكلب الولف وشمشمت على اي خبر؟ شمشمت بس هم اول ما خلصوا مصلحه بتاعتهم ركبوا العربيه وطياره، ما عرفش اوصل لحد فيهم. رحت للعيال اللي شغالين في الفرن بتاع عدوي، ما حدش فيهم برضو فاهم حاجه. يبقى ما شمشمتش كويس. يلا يا اخويا شوف لك اي كلب اتعلم منه اجري. وبعدين يا معلم هنعمل ايه؟ العمل عمل ربنا حنفي. يا خوفي يا خوفي، نقعد كده لغاية ما الفرن يضيع مننا. شوف ايه اللي حصل. وتنزل ليه واحنا مالنا؟ ومال اللي حصل مالنا؟ يعني ايه الشارع مليان رجاله؟ يعني ايه الشارع مليان رجاله؟ عايزهم يقولوا ايه؟ المعلم حلف البرنس، ساب الفرن بيولع وساب اهل حتته ما سالش فيهم، وبعدين مش جايز يقولوا ان احنا اللي ولعناه. واحنا مالنا يا دلعات، هنولع لها الفرن ليه؟ وهم يقولوا ليه يا بابا ان احنا اللي ولعنا الفرن؟ هو احنا مجرمين؟ قولي لامك. طبعا. تعالى هنا يا راجل. انت يا راجل الحمد لله يا صافية، قدر ولطف يا بنتي. انتي اصلك طيبة وبنت حلال ومؤمنة، عشان كده ربنا هيرضيكي ويعوض عليكي. انا مش عارفة ليه الناس حطيني في دماغهم انا بالذات. معلش يا صافية، خلي ايمانك بالله كبير وان شاء الله ربنا هيعوض عليكي. والله يا حبيبتي ده انتي ما في اطيب منك. بكرة يا حبيبتي ربنا يرضيكي ويعوض عليكي والفرن يرجع احسن من الاول. صافية انتي بخير؟ انا بخير ازاي بس بعد اللي حصل؟ معلش كل حاجه تتعوض، المهم انت بلغتي البوليس؟ اهل الحته بلغوا. اهم حاجه البوليس يمسك العيال الصيع دي. طيب تتهمي حد بحرق الفرن يا صافية؟ ايوه يا سعاده البيه. مين يا صافية؟ همام غريب الناشف وفاضل غريب الناشف. مين دول اساسا يا صافية؟ دول يا سعاده البيه بام ولاد اخو المعلم عدوي الله يرحمه صاحب الفرن. طيب وعايزين ينتقموا منك ليه؟ ما هو يا باشا المعلم عدوي الله يرحمه اتوفى ليله كتب كتابنا، بعد كده لقيت المحامي بتاعه جالي وعرفت منه ان هو كتب لي الفرن والمخزن باسمي. من كام يوم بقى جم وقعدوا يهددوني. طيب عندك شهود على الكلام ده يا صافية؟ ايوه طبعا، فؤاد زعتر رئيس العمال عندي في الفرن وكمان عمال الفرن كلهم شاهدين. ماشي، يتم استدعاء فؤاد زعتر لاخذ اقواله وضبط واحضار كل من همام غريب الناشف وفاضل غريب الناشف لاخذ اقواله. ربنا يخليك يا بيه،
اسمك وسنك وعنوانك. فؤاد عبد السلام زعتر يا باشا، سن 32 سنة، ساكن في 134 كفرة هرمز، فيصل الجيزة ساعتها. طيب الآنسة صفية منصورة أبو سويلم بتأكد إنك كنت موجود لما المدعو همام الناشف والمدعو فاضل الناشف جم عندها الفرن وهددوها. حصل يا باشا، واتخانقت معاهم كمان. واتخانقت معاهم ليه؟ يا باشا دخلوا علينا الفرن وتهجموا علينا وهددوا بحرق الفرن. لا باشا الكذب خيبة، هما ما هددوش على طول كده، هما بس يعني قالوا إن هما مش هيسكتوا وإن هما مش هيسيبوا حقهم وكلام شبه كده سعادتك يعني. ماشي، طب عندك أي أقوال تانية عايز تضيفها أو تقولها؟ لا يا باشا. وأقفل المحضر في ساعته وتاريخه. اتفضل امضي على أقوالك. حاضر يا باشا. بس تسنيم طلعت بنت روشة وانضمت للشلة بسرعة وخدت علينا كمان. أنا مش عايزة أقولك يا شزا أنا قد إيه وأنا في الإمارات كنت مفتقد إن أنا يكون لي صحاب زيكوا كده. بس أنت بصراحة يعني حاجة وهشام حاجة تانية خالص. طبعا يا بنتي، مش انا اتربيت في مكان وهو اتربى في مكان تاني؟ ده غير بقى انه راجل ومعيد واكاديمي وحاجات كده. قصدك تقولي انه معقد يعني؟ قولي قولي ما تتكسفيش زي اخوكي يعني. ايوه. بصي مين اللي جاي هناك. ده شكله جاي عشانك يا جميل. يا ستي اقعدي ساكته، ده زمانه نسي شكلي. هو ده بقى احمد خالد اللي بتقوله عليه؟ ايه مش عاجبك؟ ده زي القمر. عاجبني ولا مش عاجبني؟ هو انا هتجوزه يعني؟ اسكتوا بقى. مساء الخير يا جماعة. مساء النور. ايه الاخبار؟ ازيك يا امينة؟ ايه ده؟ هو انت لسه فاكر اسمي؟ اه طبعا، ما هو في ناس كده لما بتشوفيهم مرة واحدة في حياتك عمرك ما تقدري تنسيها. للدرجة دي؟ انت عارفة ان انا جاي النهاردة مخصوص عشان اشوفك. ليه؟ مش عارف بس حسيت ان انا محتاجة اشوفك. شكل السنارة غمزت ولا ايه؟ انا مش فاهمة انتي مهتمة بالموضوع قوي كده ليه؟ ازاي مش عايزاني اهتم بالموضوع؟ مش صاحبتي؟ اهلا اهلا يا هشام يا ابني، نورت الدنيا. اهلا بيك يا معلم حنفي. انا طبعا بعتذر لحضرتك ان انا اجلت الميعاد اكتر من مرة، بس حنان عارفة احنا كان عندنا ظروف كده معينة يعني. يا سيدي المهم تكون الظروف انتهت على خير. اه طبعا الحمد لله. الحمد لله. طب نقوم انا وحنان بقى ونسيبكم رجاله تتكلموا مع بعضيكوا يعني. رايحه فين؟ رايحه روحيه. اه هو انت غريبه والكلام لازم يبقى قدامكم. اقعدي اقعدي يا حنان يا بنتي. حاضر يا اخويا. اهم حاجه يا ابني دلوقتي نتكلم في تفاصيل الخطوبه وتفاصيل الجواز. يا معلم حنف انا تحت امرك في اي حاجه. وإن شاء الله يعني مش هنختلف. ربنا ما يجيبش خلاف أبدا إن شاء الله. وزي ما قلت لك حنان دي في مقام بنتي بالظبط، يعني اللي هي عايزاه كله هيحصل. ربنا يخليك ليه يا خال. تحب الخطوبة إمتى إن شاء الله؟ يا أخويا الكلمة كلمتك والشورة شورتك. والله يا معلم حنف يعني إحنا كنا متفقين إن الخطوبة تبقى يوم 4 الساعة 4 شهر 4. أربعة أربعة أربعة، دي خطة كورة مش جواز. لا يا خالي ده بس عشان محدش من المدعوين ينسى الميعاد. خلاص يا حبيبتي تنزل انت ومامتك تنقوا أكبر قاعة أفراح في البلد. ها مجوش الفلوس اللي انتوا عايزينه كله. ها نخش بقى في التفاصيل. شوف يا ابني احنا ناس بلدي وناس جدعان، ويهمنا ان احنا نشتري الراجل مش نشتري فلوسه. انت مالكش اي حاجه خالص، انا متكفل بكل لازمه اي شيء بالنسبه لهذه الجوازه من كله، مش هتغرم حاجه انت خالص. انت بس مالكش غير الشقه والمطبخ والانتريه والصالون والاجهزه الكهربائيه، بس اهم حاجه المله. المله بتاعت السرير لازم تبقى خشب مسكي مش زان. يا سعاده البيه احنا مالناش اي يد خالص في حكايه حريق الفرن دي، وبعدين احنا يومها كنا في بركة السابع وفي متشاهد على الكلام ده. طيب مفيش شهود تانية بتقول ان انتم جيتوا للمدعوة صافية منصور ابو سويلم في الفرن واعتديتوا عليها وكنتوا كمان عايزين تضربوها؟ طب اتكلم انت يا همام. هو ماله؟ ايوه بيه اخويا همام عنده مشكلة في النطق لكن سمعه كويس. اتكمل يا همام. ايه
ايوه تمام. تمام ايه بيقول ايه؟ ايوه يا سعاده الباشا، بيقول لسعادتك احنا بالفعل رحنا لها الفرن لكن ما تهجمناش عليها. احنا صحيح كلمناها ناشف شويه من حرقتنا يا سعاده البي من ورث عمنا اللي راح، عشان كده قررتوا تنتقموا منها وتحرقوا لها الفرن. استنى انت يا همام. يا سعاده البي ما حصلش، يعني كل ده كذب في كذب. احنا بس كنا ساعتها كده غضبانين قوي، وبعد كده هدينا واستعوضنا ربنا في اللي راح. يعني انتم مصرين على الانكار؟ انا ايوه صحيح، يعني يا سعاده البيع عايزنا نعترف بحاجه ما حصلتش. طيب دلوقتي هنعرف حصلت ولا ما حصلتش. ادخل. تمام يا فندم، المتهمين سيادتك بره. هات كل المتهمين اللي بره تحت امر الفندم. اتفقوا معاكوا على حرق الفرن. ايوه سعاده الباشا. ايوه سعاده الباشا، ما صدقهمش، دول كدابين. كدابين. حلوه قوي. والصور كمان بتكذب. الظاهر كان في ناس مراقباكوا وشافوكوا وعارفين هتعملوا ايه، صوروكوا وجابوا لنا الصور. ايه ده؟ وبناء عليه يتم حبس همام غريب الناشف وفاضل غريب الناشف 15 يوم على ذمة القضية. الحمد لله، ده زي ما يكون كابوس ونزاح. يا اختي الحمد لله ان البلطجيه دول اتقبض عليهم. لا بس الرجاله بتوع البوليس دول طلعوا ايه جدعان قوي، ما اعرفش ازاي بالسرعه دي عرفوا يمسكوا العيال اللي حلقت الفرن. يا فؤاد ده شغلهم بقى. المهم انت ناوي على ايه؟ ناوي على ايه في ايه؟ في الفرن. لا ده انا عندي لكم مفاجاه بقى هتفرحكم قوي. ايه هي؟ يعني انا لو قلتها لك هتبقى مفاجاه يا فلحه. هي بس تتم ان شاء الله وانا هقول لكم عليها. اوعى تكون ناوي ابيع الفرن. معقول يا فؤاد؟ انا بس ربنا يقدرني وانا اخلي اسم المعلم عدوي ده مرفوع دايما على المحل بتاعه. يا اختي ربنا يقدرك كده والنبي اصيله يا بت. شوف المعلمة كيداهم هتعمل فيكي ايه. ولسه الضربة الجاية. ولسه يا ما هنشوف. دلوقتي يا مدبوحة حبيبه بتفرف. ولا انت عندك شك في كده؟ لا والله. وبعدين انت مالك وما الفلوس؟ المخزن ملغم حشيش. المال الحلال عمره ما يضيع ابدا. انت هتقولي لي الواد فؤاد زعتر؟ صدق يا بنت عندك حق. انا ليا نظرة. ما هو ده اللي مخوفني. الجنة من غير ناس ما تنداس.